شو اشهر غنية لهاني شاكر؟ علي الضحكاية. وعلي علي الضحكاية لا، هي الوحيدة اللي فيها ضحك. فيها ضحك الباقي كله استاذ هاني بيختارهم بكي. لك مطرب العلاقات العاطفية الفاشلة. بس انا بحبه كثير للاستاذ هاني. بس انا عم بتخيل لو يعني اغاني الاستاذ هاني مثلا هيغنيها مثلا مطربين او مطربات غيره. طيب مثلا لو انها نانسي عجرة مثلا عم تغني علي الضحكاية. ايه كيف ممكن تقولها؟ كيف ممكن تقولها؟ علي الضحكاية علي هلي بسمايه هلي يا امو الضحكاية حكاية خلي الايام ويايا شمسك رح تشرق ظلي علي 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 الضحكاية علي. إذا هيفا وهبة إذا هيفا تتغنيها علي الضحكاية علي هلي بسمايا هلي يمو الضحكاية حكاية خيل الأيام ويايا شمسك رح تشرق ظلي علي 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 الضحكاية علي. إذا أحلام بدها تقولها أحلام. إيه. أحلام كيف بتقولها؟ بتنقال مع على أحلامك؟ تحية لهم كلهم طبعاً. إيه نحييهم كلهم. علي الضحكة يا علي هلي بسماي هلي يمو الضحكة يا حكاية جاي الأيام وياي شمسك رح تشرق ظلي علي علي أيوة. علي الضحكة يا علي. آه يا صفاء. آه الله شو هاد يا صفصاف؟ يعني أنا عندي كتير بقى. أنا أنت هيلتها مباشرة الأستاذ هاني شاكر كان قاعد وزوجته كانت قاعده بوجه لهم تحيه كثير كبيره بحبهم من قلبي. فكان هو بس عم يضحك. يعني هو بس كان يعمل هيك يقول لا بقدرش كفايه يا صفاء. انا والله بصراحة كان عم يضحك بصراحه ضحك من قلبه والله. وقال لي لا مش طبيعي منيح التقى مين يضحكوا شوي لا استاذ. لا ضحك من قلبه والله والله ضحك من قلبه. قال لي ما ينفع مثل ما قلت لي ما ينفعش نشتغل مع بعضينا. يقطعوا برزقنا عشان بنضحكوا. بالعكس ينفع والله ينفع يا صفاء والله ينفع.